خليفة ما تشاركنا الرأي. أنا كنت عايز أقول إن حتى يعني فكرة في استخدام حمدي فتحي حتى هو هنا مش بيستخدمه كطعم هو لو في مساحة تتمرر له هيمرر له. لو ما فيش المساحة يبقى في حد تاني فوق. هي الفكرة كده، إن أنت طول ما أنت بتضغط المنافس بأكبر عدد من اللعيبة تقدر تزيد وتتحرك، ده بيديك أنت أوبشن كتير للاعب اللي معاه الكورة. يعني أنا هنا في اللحظة اللي أنا مررت فيها البيرسي تاو، ده مش معناه إن أنا متجاهل حمدي فتحي، لا، لو هو حمدي اللي فاضي وبيرسي تاو وفارة مقفول هتتمرن لحمدي. الفكرة إن أنت بتزود الأوبشن للتمرير للاعب اللي معاه الكورة، بيبقى في واحد واثنين وثلاثة. الفكرة هنا في التحرك من غير كورة بتحتاج حاجتين بقى. هي النقطة هي ليه بتنجح هنا وممكن ما تنجحش في نادي تاني أو مكان تاني؟ بتحتاج أولا البدن يكون كويس. ما فيش فرقة تقدر اللعيب يفضل رايح جاي ويزيد ويبقى البدني مش بتاعه مش كويس. وزود على البدني ان اللاعب نفسه عنده القدره على امتلاك الكوره والوقوف بيها. انا جبت لك لقطه في ماتش الزمالك، الكوره وصلت لسامسونج ففقدها، فايه القيمه هنا؟ انما الزمالك وقت ما كان عنده امام عاشور في 8 مثلا، اما انت بتحط له الكوره في مناطق متقدمه كان يقدر يستفيد بيها. انما لو انت حطيت الكوره في مناطق متقدمه مثلا لاي حد تاني مش هيبقى كويس بالكوره. هي الفكره هنا، انت اي فكره عشان تطبق لازم تختار عناصر مناسبه ليها. الاهلي فرق معاه جدا انتقالات يناير، وانا برضه اصمم دي بالزبط. كان في موقف يعني في نهايه يوم 31/12 كان الزمالك متصدر الدوري، ادي الاهلي في النقط بس الزمالك متصدر بالاهداف. الاهلي اشترى مروان عطيه والقندوسي في يناير، وراح اشترى خالد عبد الفتاح، والزمالك اشترى لعيبه لم تثبت كفاءتها لغايه دلوقتي في انها تسند الفريق اللي كان محتاج صفقات بشكل اوضح. فانت بتتكلم الاهلي بقى عنده اوبشنز كتير، وخصوصا في منطقه وسط الملعب. بل الزمالك زود عليها ان هو راح باع امام عاشور، فالزمالك هنا فقط اهم ورقه عنده وما دعمش خط الوسط. انما الاهلي زود اثنين لعيبه في وسط الملعب ابرزهم مروان عطيه والقندوسي. دول زود الاهلي بيدور انا اعتقد كمان كريستو هيستفاد منه الاهلي كتير قوي. طبعا بيدور الاهلي دلوقتي بقى كتير جدا بيدور في خط الوسط. في ماتشات تلعب السوليه وماتشات ما تلعبش السوليه، وهو زود دلوقتي ده مروان الثابت والثلاثه بيتغيروا عليه. صحيح. فده زود القدره في الاهلي كتير. ما هو مش فكره مين تمانية هيزيد. أيوة. فكره يقدر يزيد ولا لا بدني، ويقدر لما تزيد يعمل ايه بالكوره. ده جانب اساسي وهو شغال عليه من بدايه الموسم. ولو كنا اتكلمنا في ماتش الرجاء بالاخص، قلت لك اللي فارق مع نادي الاهلي البدني. صح. الرجاء من الدقيقه 65 70 الرجاء بقى عمل كده. بالمناسبه الوداد النهارده قدام سان داونز كمان نفس الحال بدنيا، نفس الحال بيتدمر بدنيا. والممتع في نادي الاهلي كمان يعني زي ما تكمله الكلام الكباتن، الشورت باص بقت حاجه ممتعه، وده اللي بيخلي نادي الاهلي يبقى ليك كلمه. انت عارف طول ما انت الوقت كوره الشورت باص قصير الحاجات قصيره وما بتخسرهاش، وضع طبيعي هتعرف تطلع بيها بشكل كويس. وده حصل في الجون الاولاني كمان. انت بتتكلم على الوداد وقع بدني، هاخد من كلام كابتن محمد عبد الله، القدره على تنقل الكره في الشورت باص بتخلي الفريق الثاني يقع بدنيا. مين اميز فرقه في افريقيا حاليا في نادي الكوره؟ صن داونز. يمكن اميز بالاهلي كمان في النقطه دي. هم بيلعبوا 10 النهارده مش ممكن، هو 10 وبيقدر ينقل الكره تحت ضغط، فده يخلي الفريق الثاني يقع بدنيا. يعني يمكن ماتش الاهلي وصن داونز الاهلي هو اللي وقع بدنيا بسبب ان الكره في رجلي الثقه، والكره في رجلي مين اكتر؟ دايما الفريق اللي بيطرد الكوره بيجري وراه هو اللي يتعب اكتر. الفريق اللي بيبقى معاه الكوره ممكن يلعب ماتشين ورا بعض. العلم الريسك الاعلى والكوره في رجلي. يعني الريسك الاعلى طول ما الكوره في رجلي ريسكها اعلى. لو اتقطعت ما انت عامل استرتش الملعب، اتنين باص ولا باص واحده تلاقي نفسك فوق على طول جاي.